لكن تعالى بص على النادي الاهلي، افتكروا يا جماعه الاسماء دي، الاسماء دي هتبقى في خلال سنتين ثلاثه مين هتلاقوهم ابرز مسمعين. الاسماء يا دكتور ثابت؟ انا شايف ان لازم مارسيل كولر يبص على حمزه عبد الكريم من دلوقتي اهو. عاجبك جدا من بدايه المباراه. انا ما شفتش مهاجم في النادي الاهلي صاعد عنده الامكانيات دي. ويبص على بلال عطيه، بلال عطيه صانع العاب موهوب. صح. النهارده بصراحه كان مظلوم ان هو بيلعب مش على عدلته وعمال يخش لجوه، لما دخل بس الفرق. لما بيخش لكن لعيب مميز جدا، بيعمل لك تجميع لعب، بيعمل لك تمريرات، عنده رؤيه، مهاري، بيعرف يشوط كويس. دخوله فرق فانت يا دكتور بصراحه الاثنين دول صح. مش لازم استنى اللعيب يوصل 20 سنه صح. ولا 21 سنه عشان يلعب فريق فيه. اول. عمر سيد معوض لما طلع، لما كنا بنتكلم عليه دلوقتي في رياليس، حقيقه احنا بصراحه ما لعبش فريق اول معانا. صح. فليه ليه استنى لكده؟ خاصه ان انا عندي نقص في مركز المهاجم اصلا. يعني عندي عندي دلوقتي كهربا، عندي طاهر، عندي وسام ابو علي. فرصه في المستقبل حمزه عبد الكريم ياخد تمرين حتى كلمه تمرينه دي. اللعيبه دلوقتي في برشلونه وفي الريال وفي كلهم بيلعبوا 16 غير حمزه عبد الكريم وبلال عطيه. دكتور ثابت، مهند الشامي ده، مهند الشامي باك ليفت هايل هايل. عبد الرحمن رامي مانو عنده سرعات هاي. بس كان مظلوم ان بيلعب قدامه واحد اكبر منه بخمس طبعًا سنين مثلا طبعًا. فكان مظلوم في كده. حمزه الدجوي برضه مساك كويس. اللي في وسط الملعب الاثنين صالح موسى وسيف احمد، لما نشوفهم في ماتشات قدام فرق بمعدل اعمارها الطبيعي قدام سنهم الطبيعي هتحس ان هم عندهم سرعات. اه والله، اصل هم الاثنين بيلعبوا قدام مين؟ معلش يعني النهارده عمر حسام اللي عامل اثنين اسيست ده واضح ان هو كبير، وعبد الرحمن محمد برضو من اللعيبه اللي صح. في المنتخب صح. فلما لعيبه وسط الملعب لازم تلعب قدامها لعيبه في سنها الطبيعي عشان اقدر اقيمها.